فتحك انا قد منا روحك بالنسبه للناس اللي بتعرفك. نسكن في الشد من صياد. باهي خويا فتحك كيفاش جاتك الفكره هذه نتاع؟ انا جيت نسكن في دخلت اللوجه اللي في صاله من الصالات نلقى الصاله باش تطيح. مش ربي يعني. مش نورمال. يا مدام مضطر هنا قاعد يقرا لنا يقعد باش تطيح عليك قالت يلا غلب هذاك هو الامكانيات هذيك من الدنيا. هزت روحي مشيت للمدير. المدير قال لي انا توا برنامج مع المندوبيه عنده سنين الله. مشيت للمندوبي المندوب فرح بي وعطاني اقتراح قال لي برا امشي انت للتجهيزات. مشيت للمول التجهيزات نلقى ربي عفو الريفي باب مسكر. حاولت معاه قال لي يلا غالب عام الجاي راهو فهم الاولويات وراح يبعثنا خبير غادي كاي وراهو الاولويه للمدارس اخرى. جات الفكره باش نعملوا كولكت وباش نعملوا حمل الجماع ريش كيما نقولوها فهمتني كل حد شويه حتى لو حسيت المدرسه الى ان ياتي ما يخالف ذلك. وهاك مرات الوضعيه كيفني وهاك ريت انت على عين المكان كيفني البيبان مكسره والحيوط مشقوقه. ثاني منظف المدرسة. باهي، شنو المشاكل الموجودة في مدرسة الجمهورية؟ المشاكل الموجودة مثال في نهار مطر ولا حاجة الأقسام الشراقة ما لقاوش التلامذة فين يقعدوا. بلوا في المطر ترسلهم يتحولوا كل تحت البركو. باهي، وبالنسبة للقاعات اللي معناها فيها كيما نقولوا تكسير وحيوط مشققة وكذا، ما تصورش أنه الحيوط هذه تمثل خطر للصغار سيرتو معناها شتاء و برد واحد كذا. طبعا مثل المختار. باهي، وكإدارة نتاع مدرسة معناها حاولتوش تتصلوا بالجهات كيما نقولوا الرسمية باش تشوف لكم حل المشاكل هذيا؟ اتصلوا قاش من مرة ويجيو وانتو في الكهوة اتو بشركوا. شنو الرسالة اللي تحب تقوله للسيادية اللي معناها قراوا في المدرسة ولا عندهم صغار يقراوا في المدرسة وينجم يعاونوا؟ والله هي ودها ورجعت ود بني الدنيا والله بينا حمل الجماع كل ريش يعاونوا الماكسيموم باش احنا نتوسطوا باش نكملوا الدنيا والحاجة هذا ونربوا على البلاصة وكان فما إمكانية نعاودوا حتى زوز قاعات باش تطيح. باهي، العباد اللي تحب تعاون كيفاش نجم تعاون؟ فما ياسر يعني يتصلوا بياني ولا يتصلوا ولا يصبوا طول الكونت نتاع جمعية العمل التنموي نتاع المدرسة. اللي يحب يعاون ينجم يعاون كامل الفلوس ولا ينجم يعاون بحاجة أخرى؟ حتى بالكلمة الطيبة الله يرحم والديه. معناها تقبلوا فلوس ولا ديبيان؟ حتى معناها واحد ثاني ينجم يعاون بالدهن يعاون بسلعة برمل. مثلا نقبلوا كل شيء حتى كلمة باهية حتى كلمة طيبة. يعطيك الصحة سي فادي. ميرسي. وأجر مع الله. Thank you.